دراما رمضان السنة دي لفتت النظر بشكل كبير لأهمية الروابط الأسرية والعلاقة بين الآباء والأبناء. إزاي نقدر نقوي العلاقة دي، وإزاي كمان نقدر نقوي الترابط بين الأخوات؟ وده اللي شفناه في كتير من المسلسلات، وخصوصا مسلسل إمبراطورية نين. ولأن طبعا شهر رمضان من المعروف أنه بتجتمع فيه الأسرة على الخير والعبادة، ممكن كمان استغلاله في تقوية الروابط الأسرية. إزاي ده؟ ده اللي هنعرفه من الدكتورة أميرة عبد الرزاق، أخصائي نفسي كلينيكي، اللي منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا دكتور. أهلا وسهلا. صباح الفل. يا أهلا بحضرتك، كل سنة وانت طيب. كل عام وحضراتكم بألف خير والسادة المشاهدين بخير. يا رب يا فندم. طيب في البداية كده، لو هنتكلم عن الدور اللي ممكن تلعبه الدراما في حياة الأسرة، يعني لما مسلسل من المسلسلات يناقش قضية اجتماعية، علاقة الأب بأبنائه، إزاي ده ممكن ينعكس على الأسرة؟ الحقيقة الدراما يعني ليها دور مهم جدا في المجتمع، وفي تقوية الأواصر الأسرية وعلاج المشكلات اللي بيواجهها الشباب واللي بتتعرض ليها الأسرة المصرية بشكل عام. يعني هي المنفذ اللي من خلاله بنقدر نوصل الرسائل بشكل غير مباشر للأسرة وللشباب. فمسلسل زي مسلسل إمبراطورية ميم الحقيقة يعني هو كان له أثر مهم جدا في رمضان السنة دي، بيناقش قد إيه دور الأب، وقد إيه بيناقش القضية اللي هي حتة السلطة الأبوية. وصول الأبناء دايما عندهم فكرة الرفض لفكرة السلطة. أنا مش عايز، أنا مستقلة، أنا وصلت لمرحلة معينة ولسن معين، فأنا المفروض أن أنا أكون عندي حرية الرأي وأن أنا ما أقعش تحت عاتق السلطة. يعني أن الأب والأم بيصرفوا على الأبناء، فمن حقهم أن هم يكون ليهم سلطة عليهم. فهو بيناقش الحقيقة القضية دي بشكل جميل جدا، وبيوصل قد إيه إحنا ممكن نحل المشكلة دي، أو إزاي في المسلسل عالجوا القضية دي وعالجوا المشكلة دي. فده دور مهم جدا، لان المشكله دي مشكله اجتماعيه حقيقي بين الشباب دلوقتي ظاهره، حته الرفض تماما لان يكون في اي حدود او اي تدخلات من الاهل. الاهل طبعا بحكم الخوف على اولادهم، في متابعه باستمرار، وفي فرض راي، وفي محاوله لفرض السلطه. فالقضيه دي قائمه يعني، والحقيقه المسلسلات بتعالجها السنه دي، وبالذات امبراطوريه مين. طيب إن كبر ابنك خويه، ونسيب مساحة لخصوصية الأطفال وخصوصية الشباب، وفي نفس الوقت ما نبعدش عن الرقابة الأسرية. كنا من يومين بنتفرج على حلقة من حلقات مسلسل الكرتون اللي بتنتجه الشركة المتحدة نورا، وكنا بنشوف في نقاش كان شغال عن الطفل بيقول لأهله أنتوا بتشوفوا حاجتي ليه، فين خصوصيتي، وهم قالوا لا دي رقابة أبوية. القصة كلها قائمة على أن احنا نعمل إيه مع الولاد عشان نبقى عارفين حدودنا وحدود خصوصيتهم في نفس الوقت. بصي، هي الحقيقة أنا عايزة أقولك إن دي معضلة رهيبة يعني أنا بواجهها، خصوصا مع المرضى المتابعين أو المشاكل دايما مع المراهقين. الحتة دي اللي هي حدود الرقابة الأبوية إيه؟ المراهق دايما مع بداية مرحلة البلوغ بيبدأ يرفض فكرة إن أنا شخص من حقي إن أنا يكون ليا الخصوصية بتاعتي. وطبعا الأسرة والأهل بيكون عندهم دايما مخاوف، لأن الحقيقة أصبح المجتمع يعني الموضوع مش مرتبط بالمجتمع المصري بس، ولكن بقى الإنترنت والوسائل التواصل الاجتماعي بقى كل حاجة مفتوحة. فالحقيقة هو الرقابة الأبوية لازم يكون ليها دور، ودور فعال، بس يكون في شعرة ما بين إن أنا بتعدى على خصوصيات الطفل، وبين إن أنا بدي قيم تربوية وبربي وبعرف الطفل. إن دلوقتي أصبح كل حاجة بمنتهى البساطة، مهما عملت رقابة بقت متاحة. فأنا إن ما كنتش الأب يركز في تربيته لطفله، إن هو إزاي يختار ما بين يعني أنا هيتعرض عليا كل حاجة، وأنا أختار المناسب ليا والقيمي والأخلاقي والمناسب لديني، هيبقى مهما عملنا رقابة أبوية مش هنقدر نوصل لنتيجة إيجابية في ده. فهو أصبح الحل الوحيد دلوقتي إن الأسرة تركز قوي على أولادها من هم أطفال صغيرين في تربيتهم. أنا إزاي بقى فندم، لأن أنت دلوقتي اتكلمتي على التعامل مع المراهقين، إن إحنا ما نوصلش لمرحلة المراهقة وما نكونش حطينا الأساس من البداية. بالظبط كده. قلتي إنه السلطة هيجي لوقت من الأوقات، سلطة الأب والأم على ابنهم وقت المراهقة، هو بيرفض الكلام ده تماما. بالظبط. لكن الغريب أو اللي بنشوفه دلوقتي إن الطفل هو
ست سنين وسبع سنين برضه رافض السلطه بتاعت الاب والام، طب دول نتعامل معاهم ازاي؟ ده سن المراهقه الجديد تقريبا. هو اصبح دلوقتي هو دلوقتي نتيجه يعني الثقافه صراحه، يعني الثقافه المجتمعيه اتغيرت تماما بشكل كبير ومفاجئ، وبقى في انفتاح على كل العالم والوضع اصبح متغير. فبقى المراهقه كانت يعني من 12 13 14 سنه يبدا شخصيه الطفل تبدا تتغير ويبدا عايز يثبت ذاته واستقلاليته. اصبح دلوقتي فعلا زي ما حضرتك بتقول من سن 6 7 سنين الطفل بيبقى عايز يبقى مستقل. فانا شايفه ان دايما يبقى دور المربي هنا في الحاله دي، انا يعني دايما بوجه وباسلوب لطيف، وزي ما حضرتك قلتي ان كبر ابنك خوي، المعنى ده جميل جدا. هو فعلا المعنى ده مهم جدا، ومش من مش نستنى لما يكبر الطفل، من هو صغير في فرق كبير جدا، وانا بجبره بقول له اعمل ده، وبين ان انا بقول له ده صح وده صح، اختار بينهم هما الاثنين. فبديله هنا بشكل غير مباشر، وانا برضو فرضت عليه بديله حريه الاختيار. فانا بوجه له رساله بقول له انت حر، بس في النهايه انا دوري ليك موجه. الحته دي محتاجين قوي نركز عليها من الطفوله، والطفل لسه من عند يعني مرحله 3 سنين وسنتين، انا بسميها مرحله لا، بيبدا الطفل في الفتره دي لا انا بقيت مستقل، انا خلاص بقيت كائن مستقل، وانا بكبر وقادر اتحرك لوحدي واكل لوحدي والبس لوحدي. فانا اي حد هيقول لي حاجه عشان اثبت ان انا ليا حريه الراي، فانا ممكن ارفض وخلاص. في الفتره دي بيرفض الطفل وخلاص لمجرد الرفض. لو جت الام في الفتره دي مقابل رفض الطفل هي كمان رفض وعنف واجبار، الطفل يا اما هيبقى خاضع جدا مع الوقت، يا اما هيبقى طفل عنيد جدا. ففي الحاله دي بذكاء الام هي اللي تقدر تحسس الطفل وتديله احتياجه، هو محتاج ايه؟ محتاج يشعر بالاستقلاليه في الوقت ده، فانا هديله الشعور ده، وفي نفس الوقت انا موجوده وفي رقابه طيب معلش، لو كل حاجه مطلوبه من الطفل قال عليها لا نقوم نعملها احنا يعني؟ اكيد لا، هي مش كده. هو الطفل برضو في النهايه هو طفل، فانا بذكاء ان انا اقدر اديله الشعور ان انت يعني زي ما قلت لحضرتك انت بتحط له اختيارات وهو اللي بيختار منهم، فكده هو حس ان هو ارادته اشتغلت. مش انا اللي فرضت عليه ارادتي. انا مثلا في يوم معين، اليوم ده هو اللي هيختار احنا هناكل ايه، اليوم ده هو اللي هيختار هنروح هنخرج فين، او اليوم ده هو لكن في يحس ان هو صاحب قرار يعني. بالظبط. لكن في النهايه بيبقى في خطوط حمراء اللي فيها اذى بالنسبه للطفل، دي اللي احنا بنتدخل فيها وبيبقى الطفل عارف، لكن ما يبقاش في المطلق انا بتدخل في كل شؤون الطفل، وده الحقيقه بيحصل كتير. يعني من مناهج التعليم المختلفة التعليم بالتأثر والتعليم بالتقليد، يعني ان احنا نقدم محتوى لما بنشوف الصور سواء إيجابية أو سلبية، مش لازم يكون إيجابي فقط يعني. بالزبط. قد يكون صور سلبية بتؤثر بأن الناس بتتعلم عادات سيئة. بالزبط. من خلال تقليد حاجات سيئة، وطبعا الأفضل والأحسن ان احنا نقدم حاجات إيجابية. لو ركزنا على هذا الشكل من الأعمال الدرامية، هل ده ممكن يساعد الولاد انهم يبقوا اكثر تقبلا للاهالي، والاهالي بقى في عندهم مساحه سماح اكبر مع الولاد، فيبقى في نوع من علاقه التاثير والتاثر كده بينهم وبين بعض؟ طبعا عايزه اقول لحضرتك ان الدراما ليها دور مهم جدا، واحنا عندنا في الطب النفسي يعني في علاج بالسايكو دراما. فالدراما زي ما حضرتك بتقولي كده اللي هي بنسميها النمذجه، او ان انا اقدم نموذج والطفل من خلال النموذج ده، او سواء الاب والام او المشاهد الدراميه اللي بيشوفوها او المسلسلات اللي بيشوفوها، الطفل بيبدا هي بتبقى قيم وبتترسخ بشكل لا شعوري من غير ما احسس الطفل ان انا او المراهق ان انا بوجهك وبقول لك اعمل وما تعملش. لا، هو بيشوف مشهد درامي قدامه، المشهد ده بيوجهه بطريقه غير مباشره وطريقه ايجابيه جدا. فطبعا هي دورها مهم جدا ودورها خطير جدا، واحنا على الفترات اللي فاتت والسنين اللي فاتت شفنا قد ايه حته الاغاني الشعبيه والكلام الشعبي وقد ايه شبابنا بيطلعوا بالترند، يعني خلاص اللفظ ده اصبح ترند بين الشباب كلها وبيقلدوه. فكل ما احنا ركزنا قوي على المحتوى اللي بيتقدم للشباب، والحقيقه انا شايفه السنه دي في اهتمام يعني واضح جدا باللي بيتقدم يعني، وبقى الدراما بتقدم حاجات بتعالج مشكلات حقيقيه موجودين فيها، زي المسلسل بتاع اعلى نسبه مشاهده وامبراطوريه ميم، ومشكلات حقيقيه الشباب بيقعوا فيها.
فده شيء يعني جميل صراحة السنة دي. طيب كنا بنتكلم مع حضرتك في المقدمة عن شهر رمضان، شهر للترابط في عمل الخير، يعني أو بنتجمع كلنا بقى سواء بنعمل إفطار للصائمين أو بنعمل شنط رمضان أو بننزل نصلي التراويح، المهم إن في نوع من أنواع الترابط. إزاي ده ممكن ينعكس على بقية السنة بقى إنه يكون في ترابط في كل حاجة في الحياة؟ الحقيقة هي دي يعني بشكر حضرتك على السؤال ده، لأن هو سؤال مهم جدا، لأن إحنا للأسف افتقدنا الحتة دي، أصبح في انفصال واضح جدا. كل يعني إحنا كل واحد مشغول بحياته، بظروفه، بشغله، بأعماله، والأولاد مشغولين بالموبايلات وبالسوشيال ميديا، وهم في عالم وإحنا في عالم، والروابط الأسرية والعائلية ما بقاش فيه زي الأول، إن العيلة بتجتمع دايما في وقت معين وفي أوقات ثابتة من الأسبوع مثلا، الأسر والعائلات بيجتمعوا مع بعض، دي حاجة للأسف ما بقتش موجودة. رمضان بيرجع بيخلينا نعيد الكلام ده تاني، وصراحة بيرسخ مشاعر جميلة جدا ومعاني ترابط أسري جميل جدا. فأنا دايما بنادي بحتة إن أولا بالنسبة للأسرة الواحدة، يعني حتة الفاميلي تايم أو الكواليتي تايم بين الأسرة وأولادها، إن دايما على الأقل يكون في وقت أو يوم مثلا في الأسبوع الأسرة بتجتمع فيه، بيتفرجوا على حاجة مع بعض، بتكون الأب والأم مختارينها بشكل كويس مع أولادهم، الأم بتعمل لأولادها في الوقت ده مثلا عشوة كويسة، حلويات، مش عارفة إيه، يعني أنا شايفة أن حاجة زي كده وقت لطيف يسيب ذكرى، يكون حاجة محببة للجميع، بيربط الأسرة مع بعض. إحنا الحقيقة بنواجه مشكلة أن دايما إحنا بنعاني من أن أولادنا ماسكين الموبايلات 24 ساعة، ما احنا كمان ماسكينها 24 ومش بنقدم لهم البديل. يعني احنا يعني حقيقي انا بشوف اللي بيحصل ان انا بقعد ازعق مع اولادي علشان يسيبوا الموبايلات. طيب انا قدمت لهم البديل، انا حاولت ان انا اخلي كواليتي تايم بيني وبينهم. لا، انا لما بشوف اولادي بقعد ادي اوجه وادي نصايح مباشره، المراهقين بيرفضوا ده تماما وبينفروا منه، فهينفروا مني وهياخدوا جنبه وهينعزلوا بحياتهم وينعزلوا بالجهاز اللي معاهم، بيخليهم ينفتحوا على ثقافات مختلفة، فبالتالي أنا بباعد المسافة بيني وبين أولادي وأنا مش واخده بالي. فلو لما يبقى في حاجة زي كده كواليتي تايم، أنا مش هدفي ولا دوري إن أنا أوجه رسائل مباشرة لأولادي في الوقت ده، بالعكس أنا ممكن إن أنا مجرد تقضية وقت كويس، بنتناقش في حاجات في أمور عادية، بنجتمع ونشوف حاجة كويسة مع بعض، بتدي شعور إيجابي كويس جدا، وزي ما حضرتك قلتي بتسيب ذكرى عند الأولاد ورابط أسري قوي. طيب الكواليتي تايم ده مواصفاته المفروض تكون ايه؟ يعني بالفهلاوه كده بتاعت الامهات هتستغل الوقت ده وهم قاعدين بقى اعمل وسوي وروق واعمل وذاكر وشفت مش عارفه مين عمل ايه وشفت كان ناقصك ايه، والاب هيقول كومنتس والاب هيقول للام كومنتس والام هتقول للاب كومنتس والعكس، وهتتقلب الموضوع. يعني ده مش كواليتي تايم خالص. يعني نستغل الوقت ده في ان احنا ما نعملش اي نوع من انواع التوجيهات، بالعكس. بالظبط بالظبط، لان بشكل لا ارادي الشباب والمراهقين فعلا بيرفضوا ده وبيهربوا منه، بيرفضوا ده فعلا وبيهربوا منه. يعني اي شعور بان انا بوجه، حتى لما يعني انا كتير بنصح الاباء المراهقين ان هو يعني صاحب ابنك، فانت خده وانزل مثلا جيبوا حاجات مع بعض، اعزموا على حاجه بره، اتكلم معاه، فيجي الاب يقول لي ده انا خدته وقعدت انصحه واقول له انا عايزك تبقى صاحبي وعايزك كذا وكذا وعايزك تبقى احسن واحد في الدنيا، فده غلط. بقول له حضرتك ده غلط، حضرتك لما تخرج مع صاحبك مش هتقول له انا عايزك احسن واحد في الدنيا، مش هتخلي القعده كلها توجيه، لا ده هو هيتكلم وانت هتسمعه، انت هتتكلم وهو هيسمعك، محتاج تعمل ده. الاولاد مع الوقت تبقى مؤثر يعني. بالظبط، الاولاد بشكل التوجيهات المباشره بينفروا منها وبيرفضوها اكيد، وده اللي بتعمله الدراما المصريه. الدراما المصريه بتقدم رساله غير مباشره، فده بيكون له تاثير ايجابي. احنا طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، شرفتينا ونورتينا. دكتوره اميره عبد الرزاق اخصائي نفسي اكلينيكي، شكرا جزيلا لحضرتك. عفوا، تشرفت بحضرتك.